أيها الإخوة الكرام، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. ما هو البأس؟ يعني قوة لا تقاوم، يعني مثلا رشح، مرض طارئ، أسبوع، أحيانا كسر عظم تجبر. في مئات الأمراض شفاء مضمون وسريع، أما أحيانا ورم خبيث الحال خلاص، هذا مرض قاضي. في أورام، في احتشاء، في خسرات الدماغ، في فشل كلوي، في تشمع كبد. فلذلك هذا هو البأس، يعني قوة مدمرة لا تقابل ولا تقاوم. يعني زلزال تسونامي 5 ملايين متشرد، ولا بعشر سنوات يمكن أن تقف هذه البلاد على قدميها. هذا بأس، إما كوارث طبيعية أو أمراض وبيلة أو حروب أهلية كما تسمعون. كل يوم أقسم لي إنسان التقى بي قبل أيام، قال لي بيني وبين أهلي 10 كيلومترات، ومن أشهر مديدة لم أرهم، فلو ذهبت إليهم لكنت مقتولا حتما. أشكروا الله عز وجل واسألوا الله أن يديم علينا نعم الأمن والسلامة، وأن يجعل هذا الأمن والسلامة في كل بلاد المسلمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.